انطلقت فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة، وقد تضمن حفل الافتتاح عرضا لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية للمسرح. الطليعة الحقيقة شهد على مدار 60 عام نجاحات كتيرة جدا جدا، بتطوير كبير جدا بشريحة معينة بتقدم من خلاله للمسرح، وتجارب مهمة جدا جدا نتج عنها النهاردة ان هذا الكيان باقي بنجاح كبير. السنوات الأخيرة الحقيقة يمكن هنشاهد ان كان معظم العروض تقريبا بتحصل على جوائز، اذا كانت من مصر او من الخارج. الحقيقة الطليعة مسرح من اهم مسارح الدولة، والنهارده الاحتفال بستين عام على انشائه، وعاملين كمان تكريم للاستاذه الراحله رحمه الله عليها المهندسه نعيمه عجمي من اهم مصممات الازياء في المسرح، وتجديدات عظيمه جدا اتعملت. الاحتفاليه دي تمتد من النهارده لمده عام، تشمل فعاليات كتيره جدا، منها انتاج 14 عرض مسرحي جديد بيتقدموا لاول مره على خشبه المسرح الطليعه، بجانب ان احنا مجهزين مفاجاه لجمهور مسرح الطليعه، هي ريبتوار ان شاء الله هنعرض عروض من خلال نادي مسرح الطليعه مصوره فيديو، هنقدم حوالي 44 عرض على مدار السنه.